بسم الله الرحمن الرحيم. أود كذلك أن أبارك جميع المغاربة بحلول عيد العرش المجيد، وكذلك نبارك لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذه المناسبة العزيزة على جميع المغاربة، أنا وهي عيد العرش المجيد اللي تمت الذكرى 24 على اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين. وكذلك نشيد بالتطور الكبير الذي قام به صاحب الجلالة في إقناع جميع بعض الدول باش الاعتراف بقضيتنا الوطنية وهي الصحراء المغربية، وأخيرا تم الاعتراف الإسرائيلي اللي كان نوه بالدبلوماسية المغربية، وكذلك المجهودات ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده المبذولة في هذا الإطار، واللي بالضبط أنه تمت من خلاله تكليل النجاح ديالها بالاعتراف الإسرائيلي بالوحدة الترابية الوطنية. وكذلك كنشكركم من هذا المنبر مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نود أن نرحب بوسائل الإعلام على الحضور المكثف اليوم لتغطية الدورة الاستثنائية ديال جماعة أوراق الطيب، واللي فيها أربعة ديال النقاط، واللي الحمد لله تمت المصادقة عليها على النقاط الأربعة. يعني الإخوان وضعوا الثقة في برنامج عمل الجماعة اللي سطروا ليه هما كاملين. بالنسبة للنقطة ديال نبيك حتى هي تم التصويت عليها، بالنسبة للنقطة ديال لونيب تم التصويت عليها، بالنسبة للنقطة ديال التكوين المستمر للمستشارين حتى هي تم المصادقة عليها. وكنشكر الإخوة المستشارين على الثقة اللي وضعوها في هذه النقاط الأربع وتمت الاتفاقية عليهم والمصادقة عليهم. بالنسبة أود أن أشكر كذلك للحضور ديال المواطنين اللي كان، نشكر مرة أخرى لوسائل الإعلام على الحضور ديالها وعلى التغطية ديالها، دائما كتوقف معنا بالنسبة للمشاكل اللي كتكون في جماعة ورا الطيب. وبالنسبة لي أنا الإخوان ديال مهنة المتاعب السلطة الرابعة، بالنسبة لورا الطيب هي أرض خصبة بالنسبة للإعلام، أرض فتية. يعني بالنسبة لهذه النقطة هذه أنا كنلح عليكم أنكم تعطيونا ما يفيد. يعني بالنسبة للنقاط أنا معاكم فيها، إذا كان شي اختلالات ولا كان شي حاجة أنا موجود فيها، ما كاينش فيها التخبية ولا شي حاجة، أنا موجود نعطي جميع الإيضاحات وجميع الشروحات إذا كانت شي اختلالات ولا كانوا شي نقاط اللي يمكن لنا نخدموهم. أنكم غير تكونوا صحافة، يعني النقد يكون بناء، والرئيس رهنا الإشارة فقط أنه تضافر الجهود، والرئيس أنه يعني كيف ما كان دائما مدي الدول الإخوة المستشارين كاملين إلا البعض، وعاد الثقة بيناتنا ورجع المياه المجاريها الحمد لله، وتم الاتفاق بيناتنا وتمت المصادقة على النقاط المدرجة. فعلا كانوا بعض النقاط اللي ما تمش المصادقة عليهم فيما قبل، ولكن الحمد لله أن الأمور يعني تسرات وجاب الله تسير وتم المصادقة على جميع النقاط. ونتمنى من الإخوان أننا دائما نكونوا يد واحدة باش أننا نؤدي الواجب مع الساكنة وجماعة ورا الطيب اللي كتعرفوا المشاكل اللي كتعاني منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يونس بوشري نائب رئيس جماعة ورا الطيب. أولا كنشكروا جريدة أصوات اللي ديما حاضرة معنا وديما كتكون حاضرة معنا في الدورة. كما لاحظتوا معنا اليوم إن شاء الله الدورة داس أحسن ما يرام. كنشكر جميع الأعضاء اللي صوتوا بالإجماع على النقاط كاملين. كنشكروا السلطة المحلية، كنشكروا السيد الرئيس. النقطة الأولى اللي كانت عندنا تداول بشأن اتفاقية الشراكة بين جماعة ولا الطيب والمكتب الوطني للكهرباء والماء اللي هي لونيب، اللي الحمد لله داز التصويت ديالها بالإجماع باش غادي إن شاء الله لونيب غادي تبرونشي للساكنة، حيت الساكنة كتعاني بزاف من الماء. وكاينة اتفاقية الثانية ديال لانابيك اللي تا هي داز بالأغلبية المطلقة، وكاينة اتفاقية الثالثة اللي كان ديال برنامج عمل الجماعة اللي كنا كنلحو عليه وكنا محتاجين له بزاف، كانوا فيه عدة مشاريع ودابا تا هو الحمد لله داز بالإجماع. كاينة النقطة الرابعة ديال التكوين ديال الأعضاء المنتخبين ديال جماعة ولا الطيب في مجلس الجهة. حنا محتاجين لذاك التكوين حيت المستشار خصو يكون مكون، خصو يعرف يدافع على الساكنة ديالو، خصو يكون كيعرف ما عليه باش يعرف يدافع على الساكنة. ومرة أخرى كنشكر الإخوان كاملين الأعضاء المستشارين والمستشارات
اللي تافقوا وخرجنا من ديك القوقعه حيت راه خصهم يتفاهموا. ما كتشوفوا لا الطيب كتعاني ودابا الحمد لله الامور راها على احسن ما يرام. الاخوه الاعضاء راهم اتفقوا وصوتوا على جميع النقاط اللي دازت في الدوره. مره اخرى كنشكر اصوات وكنشكر جميع المستشارين والمستشارات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.